مشروع أتاكنت ريزيدنس. يقع المشروع في منطقة أتاكنت قرب بحيرة كشوك تشكمجة المتميزة بمناطقها الخضراء. المشروع يتميز بتصميم معماري فريد، يتربع على مساحة 7000 متر مربع، مؤلف من بناء واحد 18 طابق، يحوي 150 وحدة سكنية وخمس محلات تجارية. تسليم المشروع في شهر 10 من عام 2018، تقسيط ميسر بدون دفعة أولى، يحيط بالمشروع حدائق ومناطق خضراء وجامع مقابل المشروع، إضافة لوجود مدارس ومشافي مثل مشفى سليمان القانوني وجامعات مثل جامعة صباح الدين زعيم. امتلاك العقارية تلفت الانتباه إلى أن عدد الشقق في المشروع محدود جدا، والاختيار شقة مميزة في المشروع يمكن التواصل مع قسم الاستشارة والمبيعات في امتلاك العقارية